الأطفال وبقدر ما كانوا الأوفر حظا بالنجاة من تحت أنقاض الزلزال المدمر بتركيا أصبحوا اليوم الفئة الأكثر تضررا من صدمة الكارثة. آثار الصدمة علقت في أذهانهم فصارت مضمونا لرسومات تخطها أناملهم. كنا نلعب في البيت وفي الشارع، لكن الآن أنا لا ألعب بسبب وفاة ابنة عمي في الزلزال. كنت نائمة حين حدوث الزلزال فأيقظتني أمي. كان الزلزال مروعا، وعند هروبي مع أبي وأمي انهارت بنا سلالم البيت. منذ وقوع الزلزال ونحن هنا نهتم بالأطفال، كما تعلمون فإن مساحات اللعب المخصصة لهم قد دمرت، واللعب بالقرب منها خطير. هنا يلعبون ويرسمون ويعبرون عن مشاعرهم، فالرسم من أفضل الطرق للتعبير عن المشاعر ومحاولة نسيان ما شاهدوه من صور الدمار والمآسي. لوحات بريئة قد لا تصمد طويلا على سياج هذه الساحة في هاتاي، لكن المشرفين على المبادرة يأملون في أن تساعد الأطفال على نسيان جراح الزلزال المدمر العالقة في ذاكرتهم. نحاول إزالة آثار ما عاشه الأطفال من مأساة إثر الزلزال عبر هذه المساحة التي تحتوي على ألعاب وكتب للمطالعة والرسم، ونؤمن لهم الطعام كذلك. وكما تعلمون المدارس مغلقة في الولايات المتضررة، والأطفال يحتاجون إلى الرعاية والتعليم. تشير التقديرات الأولية إلى تضرر أكثر من 2 مليون طفل من الزلزال في تركيا، فيما تحذر منظمة اليونيسيف الأممية من تبعات ذلك عليهم. مثل هذه الفضاءات المخصصة للأطفال وفي هذا التوقيت بالذات ستجنب لا محالة مآلات غير محمودة لهذه الفئة التي عاشت هول كارثة الزلزال. دعم نفسي ومرافقة بمختلف الأنشطة ستعيد لهم وهج الحياة من جديد. عبد القادر خربوش، الحدث، من ضواحي هاتاي جنوب تركيا.